ما أعظم عبادة؟ التوحيد. ما هو التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة. ما أعظم معصية؟ الشرك. ما هو الشرك؟ عبادة غير الله مع الله. ما أقسام التوحيد؟ ثلاثة. ما هي أقسام التوحيد؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ما تعريف الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله. مثل؟ ما تعريف الألوهية؟ إفراد الله بأفعال العبادة. مثل؟ هل لله أسماء وصفات؟ نعم. من أين نأخذ أسماء الله وصفاته؟ من القرآن والسنة. هل تشبه صفات الله صفاتنا؟ آه. ما الدليل من القرآن على أن صفات الله يشبه صفاتنا؟ ليس.